وكما نقولوا هنا حنا راه عندنا شباب اقسم بالله لين ولاده كما هذا الخطر كنت نسمع في هذه القناه قالنا سيري قبل لو كانت الشباب توفروا لهم امور هذا كلام جيد اريد بها سوء قال لو توفروا لهم امور اريد بها باطل كلمة حق اريد بها باطل انا ممكن تقسموني نعسان منش الكلام وهرب لي منش النجم قال لهم هاد الشباب توفروا لهم الامور وكاع يجاهدوا اكثر من امير عبد القادر ماشي السيف ولا جاهد على بلاده كل شيء ديره المهم انا خصنا هذا الكلام هذا يمكن من المسائل الكبار تاعنا يطبق كلمة أخيرة احنا خصنا سكن اجتماعي كاع هاد المشاكل وكاع هاد الهضرة هادي غير واحد راه يفاجئ على روحه راه يهضر احنا خصنا سكن اجتماعي لوليداتنا خصنا نسكنو مول بنادم كره لا حد غير 3 ملايين في الشهر ندير البي ولا ندير حاجة تاع دراهم وراني قاري ما عنديش عطوني سكنو انا وكاع الناس اللي تستاهل راسهم وشكرا.